من داخل المركز الإعلامي لنقابة المحامين مع حلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والقانون يجيب. ورد إلى المركز الإعلامي سؤال من أحد المواطنين بيقول: رفعت دعوى صحة توقيع، المدعي عليه الموقع على العقد طعن على توقيعه بالتزوير، انتهى الطب الشرعي إلى أنه يتعذر فنيا إثبات عما إذا كان التوقيع قد صدر عن يد الطاعن أم لا. والمواطن بيقول إن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوة، فما هو موقفي فيما يتعلق بالاستئناف؟ والحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي تحتاج أن نلقي الضوء عليها لتعم الفائدة. فبنقول إنه وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات، بتقول المادة إنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضة أو ختم أو بصمة. ده دليل على إيه؟ النص ده يدينا معنى إيه؟ يدل على إن حجية الورقة العرفية إنما تستمد أو إنما تستمد من التوقيع عليه، وهي بذلك تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يكفي أن يقدم العقد ويجب على المدعي عليه أن يثبت أن التوقيع ليس توقيعه. إذن عبء الإثبات على مين؟ على المدعي عليه. طب هذا الكلام ايه موقف محكمة النقد منه؟ محكمة النقد المصرية اكدت هذا المفهوم من انه يكفي في المحرر العرفي كفاية التوقيع عليه ممن اصدره لاعتباره دليلا كاملا في الاثبات، وعدم حاجة الصادر لصالحه هذا التوقيع ان يقدم دليلا اخر يؤيده. يعني اذا عبء الاثبات هنا على مين؟ على المدعي عليه. ومحكمه اول درجه بنرى انها قد اخطات عندما قضت بالرفض، وكان يتعين عليها ان تقضي اذا ما انتهى الامر الى هذا بقبول الدعوه والحكم لصالح المدعي. لكن في بعض الاحيان بتلجا المحكمه الى احاله الدعوه للتحقيق، والحقيقه انا عندي قضيه مشابهه وقضت محكمة أول درجة بالرفض أيضا، ولكن محكمة الاستئناف كان لها رأي آخر فأعادت الأوراق إلى الطب الشرعي بلجنة ثلاثية وألزمت المستأنف ضده اللي هو اللي ماضي بقى اللي هو موقع ده، ألزمته بالرسوم والمصاريف الخاصة بالطب الشرعي. ونحن بنتمسك بإذن الله بعد كده في أحد حالتين: الحالة الأولى إذا جاء إن التوقيع بتاعه خلاص، إذا الحالة الثانية إذا الطب الشرعي عجز للمرة الثانية عن إثبات عما إذا كان التوقيع هو توقيعه من عدمه، ففي هذه الحالة هنطلب إحالة الدعوة للإيه؟ للتحقيق لإثبات صحة ما ندعيه. لعلي أكون جاوبت على السؤال. بشكر حضراتكم جدا، وأتمنى أن تكون الحلقات بتحقق نوع من الفائدة اللي بتعم سواء بالنسبة للسادة المحامين أو بالنسبة للسادة المواطنين. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.